على محرز أن يفعله بعدما فعل الكثير من الأمور الجميلة في الدوري الإنجليزي، اختير أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي، توج مع ناد متواضع بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز من أقوى دوريات العالم، لاعب فنان، ما الذي يجب عليه أن يفعله أكثر من هذا حتى يذهب إلى ناد كبير؟ فعلى حسب رأيي أنا ممكن يكون غلط محرز. نظن بريميرمون سير لو بلان فيزيك يفوكي ينجم يشد لي 90 مينوت او بليس فيزيكمون. نظن ثانيا لازم في اللعب لازم يشارك في كاع لي بوزيسيون، فهمني؟ لازم يشارك في كاع لو جو، لان تقول لي ليستر سي فري يلعبوا اللور ويلعبوا بلي كونتر، وي انا نظن غاناتي كيفوكي سو رونفورس سير لو بلان مسكولار، لازم يولي يتعمر، يولي صحيح. صاحبي انا معمر من داخل كل شيء ونقاطري. لان نعطيك ليكزومبل بسيط تاع دو جوار او تروا جوار. نعطيك صالح لو برومي كونتر ليستر بالذات، وين لي دو زاري سونترو تاع ليستر راك شفتهم كاش دايرين، سي دي زارموارا كلاس، وفلالين تاع ديزوت وعطاولو وتقارش معاهم ونحلهم البالون وراح وسجل. هادي محرز ما ينجمش يديرها لان غير يقيسوه يطيحوا وهضروا عليها المام لي جورناليست اونجلي. نعطيك ازار شوف يا اخي قصير وكذا بصح شوف كي مدكوك يروح المطرق يكروشي نوض يدار معاهم ويدريب وكذا ويبان يتغلب عليهم ازار، يتغلب عليهم فيزيكمون ويتغلب عليهم تكنيكمون. محرز لازم تكنيكمون اي لي بون، لازم يتغلب عليهم فيزيكمون، كي يدخل اونتر دو يدخل بقوه ويجوز ويروح. انطلق مارتي، رياض عنده الكره، الونسو رايح، الونسو راجع، رياض راح، رياض دخل، رياض ممتاز، بابا خطيره، بابا بابا اللعبه من اروع ما كون، خدوهات رياض محرز مع شينجاكا وكازاكي باليمنى ثم باليسرى، لا يفعل هذا الا رياض. ماشي الدريبل هذاك لو دريب دو لوا، هو عنده لو دريبل دو لوا وين ما يقيس حتى واحد باش يسجل، باش يولي يبان. شوف نقولها لك ونعاودها لك ومادا بي انا الميساج هالكلام هذا نقولو عند لي كونيسور دو فوتبول. لرياض محرز اللاعب العادي كما يصفه البعض، عادي فاز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز مع فريق مغمور، فاز بلقب هداف الدوري الانجليزي الممتاز وبلقب افضل لاعب في انجلترا وبلقب افضل لاعب في افريقيا، ومطلوب في ارسنال وفي ليفربول وفي تشيلسي وفي روما باصرار من فتره، ويبقى مع ذلك. كي تلعب باش تحب تبان باش تروح تلعب اير، لازم في 90 دقيقه في 80 دقيقه تبان اوموا واحد ال 50 دقيقة وانت تبان في الفريق داير بوكو دو دونجي. ما ديرش ان دونجي 5 مينوت دير دونجي ومن بعد ترقد كاع عيتيك ومن بعد تعاود تفطن في اكسيون او تنين في مقابلة تاع 90 دقيقة. نو مع كروديغار، رياض بابا ورياض محرز يصنع العجب باليسرى وباليمنى، يراوغ ويمر الكرة من أروع ما يكون. روديغار الألماني كان يدرك بأن رياض سيفعلها به، خلاه واقف مسمر في مكانه. رياض المراوغة باليسرى والتوزيع باليمنى، لاعب عادي أنت يا رياض. الكرة في القائمة الثاني وضعت فرصة لعناصر ليستر. أمارتي لرياض، رياض يا أمارتي كراتك دواء يا رياض. أمارتي كادت تضيع هذه الكرة، راحت لأمارتي ورياض، رياض محرز، رياض عنده الكرة، شوف كيف يجي الأول ثم الثاني ويلحق عليه الثالث والرابع في الحراسة البعيدة شوية. وفاردي مازال ويرجع لرياض، بابا 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 بابا، يا سيد الحكم، فعل رياض، جاء من بعيد من أمام كريستنسن، دونت تاتش مي، قول له رياض لا تلمسني، يا سلام على رياض المراوغة. رياض هو الذي اصطدم بكريستنسن، خلوني نقول نعم، رياض هو الذي اصطدم بكريستنسن في بضعة سنتيمترات، يصنع الفارق رياض محرز ويتمكن من إثارة دفاع فريق تشيلسي. الحكم في نهاية المطاف مايك محاصر مع رياض، رجع له في رياض، رياض عنده الكرة، رياض مازال، رياض دخل، رياض راح، رياض
فرصة أخرى ضاعت من رياض. والله لو كنت كلود بويل لما تركت رياض يغادر ليستر سيتي ب 100 مليون يورو، شيء طبيعي لأن المدرب يريد ما لا يهمه المدخول أو المخروج، يهمه فقط أنه يحتفظ بلاعب من حجم رياض. عامل فيتو كبير المدرب كلود بويل على رياض محرز، لم يلحق. راحت روديغير من هناك على الجهة اليسرى، لن ينسى روديغير ماذا فعل به رياض محرز اليوم. رياض يراوغ، رياض مازال، رياض يزيد يراوغ، يفضل يحتفظ بالكرة. رياض من أمام أربعة يرقص ويرقص كما يشاء. رياض محرز بمهارته وبراعته وفنياته وذكاءه ومكره وصبره ومهنيته واحتلافه الكبير جدا. دير هرسة. لا، الفرق بين أن جرون جوار اللي جوار موعد. شوفهم لي جرون جوار هادو يبانوا بزاف خاطرش يسيون لا بريزون في شاك اكسيون، هما يبنيو هما يمدوا هما يديروا، الناس تولي تتكلم بزاف عليهم. فهمني علاش؟ هذا هو محرز الفرق. فليستر او يدير بتاتر اون او دو تروا كاتر اكسيون سيدي في ماتش، ومن بعد ما كاش بارفوا ا 80 مينوت ا بيبري يخرجوا هكذا. وهادي انا نتمنى ان شاء الله يتعمر سور لو بلون ميسكولار يولي صحيح، و سور لو بلون تكنيك راهو لاباس عليه، ولازم يبان اونكور بلوس بوندون طول الماتش وما يقعد سير لوك جدا. وهو صاحب حلول فرديه ومستغرب جدا حتى الان ازاي الفرق الكبيره اللي بتلعب في دوري الابطال ما فيش جديه للتوقيع مع محرز.